أولى الكرات مع بوشامة للعبها مباشرة من هناك مع بدبودة. طويلة أمامية، الانطلاقة الانطلاقة الانطلاقة، التوسيع، رابع مفتاح رابع مفتاح يضيع أول فرصة كان بإمكانه أن يسجل أسرع هدف للاتحاد العاصمة هذا الموسم في 30 ثانية، ولكن إلى الركنية بعد عودة عدد المدافعين. هاي الإعادة، التوزيع من سوغير في القائم الأول الثاني عفوا، تمريرة مليمترية 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 من سوغير. أية عمر تصل إلى يونس، يونس 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 لكومباسا، كومباسا العودة إلى الخلف، محاولة التوزيع، البحث البحث عن بوغاش، أول كرة وأول فرصة لاتحاد العراش، ولكن منصوري في المكان المناسب. طويلة 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 طويلة، الهدف الأول، خطأ الفادع من العارس بغبة وسوغير لا يتسامح. فرحة كبيرة لعناصر لأنصار اتحاد العاصمة في ثاني فرصة. هاي الإعادة، الخطأ الفادع من العارس ومفتاح يقدم كرة على الطبق لسوغير الذي لا يضيع. سوغير التسديدة، والعارس منصوري في المكان المناسب. يونس اليوم بعيد عن مستواه، بعيد عن مستوى، انطلق الخطير، انطلق الخطير، ربيع مفتاح، هدف في منتهى الجمال من سوغير بعد ان فعل الخطير ربيع مفتاح. شاهدوا ماذا فعل الخطير، قدم كرة من دون ان ينظر. الوقت بدل الضايع 3 دقائق مثل ما نشاهده في الصورة. تصل الى كومباسا، ثنائية خطيرة صعبة، التوزيع، والهدف الأول. يونس يعيد الأمل لاتحاد الحراش في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع. يونس يعيد ويقلص الفارق بكرة ثلاثية ممتازة. لا زالت الكرة حراشية لأيت وعمر، أيت وعمر مرة، ماذا يفعل؟ يبحث عن تسجيل ممتازة. ماذا يقول حوسنية؟ لا شيء لا شيء لا شيء يقول حوسنية. سنشاهد الإعادة، هل كانت هناك ضربة جزاء لاتحاد الحراش أم لا؟ هاي الإعادة، هاي الإعادة، ضربة جزاء، ضربة جزاء لابن ألجية واتحاد الحراش، لم يعلن عليها الحكم أمام، واضحة هنا من هذه الزاوية، واضحة من هذه الزاوية. مباشرة إلى أيت وعمر، انطلق يونس، تصل الكرة إلى يونس، يونس يونس أو حراج، وزيمة زيمة قبل الجميع يتمكن من اقتناص هذه الكرة.